في استعدادات بتقوم بيها السيدة أو حديثة الزواج أو المقبلة على الزواج في أسنانها عشان أثناء فترة الحمل ما تحصلش أي مشاكل؟ طبعا هو احنا بنقول في الاول ان اي واحده مقبله على الزواج او متزوجه حديثا ومنتظره ان شاء الله ان يحصل حمل انها تروح تزور طبيب الاسنان اللي هي بتتابع معاه علشان يشوف حاله الفم بتاعتها ايه، يشوف حاله اللثه بتاعتها ايه، يشوف لو في اسنان مسوسه ولا لا، حاجات محتاجه تتعمل قبل فتره الحمل. لو زي ما حضرتك عارف اثناء فتره الحمل بيبقى في اوقات ما بنقدرش نشتغل فيها كل اللي ممكن نعمله، يعني كل ممكن احنا كدكاتره سنان نقوم بعلاجه. فتره الحمل زي ما حضرتك عارف ما هياش فتره مرضيه، هي فتره فسيولوجيه، يعني في تغير فسيولوجي اثناء الحمل، تغير جسمي يعني. وبعد ما الحمل بيخلص خلاص بقت امراه عاديه تاني. انما بنقول ان الفتره دي اللي هم التسع شهور دول بيكون فيهم شويه تغيرات بتخلينا احنا كدكاتره سنان ما نقدرش نشتغل للمراه الحامل بصفه طبيعيه زي اي مريض او اي اسنان اي انسان عنده مشكله في اسنان. وبالتالي بنقول ان المقبله على الحمل ان شاء الله يا ريت تروح لدكتور السنان بتاعها، هيبص على اسنانها، هيديها شويه نصائح للعنايه بالاسنان، هيشوف لو في حاجه محتاجه تتعالج من اسنانها دلوقتي او هو شايف ان في حاجه ممكن تكون في الفتره اللي هتبقى حامل فيها هتحتاج علاج، فيبتدي يعالجها قبل ما تبتدي فتره الحمل بتاعتها ان شاء الله.